دكتور حضرتك بتتقبلي النقد؟ في حدود، في نقد أتقبله جدا مادام بينقد بأسلوب في مكانه، أسلوب صحيح وعلمي ودارس نقد، دارس ومحترف نقد. عشان ينقد ممثلة كبيرة لازم يبقى وراه ماضي 20 سنة 30 سنة ناقد، لكن دلوقتي من هب ودب بينقد. كل ما مسك ألم يعني على رقاب الفنانين عمال فيهم طاخ طاخ تيخ تيخ. طب ايه ألزع نقد سمعتيه لحد دلوقتي عن الفنانة سهير البابلي؟ يوه لا ده لسه السنة اللي فاتت، بس خلاص احنا اتصالحنا ما اقدرش اجيب سيرته تاني. يعني ايه يعني؟ معلش ما احنا ده متصالحنا خلاص، يعني نقول بقى عاد. لا خلاص بقى، لا ما اقدرش اعيدها تاني. يعني يمكن كل واحد ليه وجهة نظر. ايه انا ساعدت الحاجة لان النقد ده جه جمهور زيادة عندي يشوف سهير البابي بتخرج عن النص ازاي، فكسبت انا جمهور زيادة. مع ان لصالحك. لصالحي فعلا، انا متشكرة جدا والله. يعني حقيقي انا بشكره طول عمري، بس بشكره زيادة النهاردة وخصوصا بعد ما تصالحته.